ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. ودلوقتي يا جماعه فكرت الهاشتاج النجوم اللي قبله نجم معروف جدا كلهم اتصوروا معاه، والصوره دي بقت منتشره جدا على السوشيال ميديا. عرفتوا هو النجم مين؟ هو أميتاب باتشان. تعالوا نشوف مع بعض مين النجوم المصريين اللي قبله أميتاب باتشان واتصوروا معاه. بعض اللقاءات مع عدد من المطربين الشباب واللي قدروا انهم يحققوا جماهيريه كبيره جدا في وقت قليل، مش هقول لكم هم مين عشان تعالوا نشوفهم سوا. تجربه حلوه جدا، ويعتبر يعني اجمل 14 في حياتي عشتهم في الاكاديميه مع زمايلي، دي حاجه كويسه ليا يعني، فمتهيألي مش هتتكرر تاني بإذن الله. بنحضر الألبوم دلوقتي، بس حاليا ما بتكلمش عن تفاصيل في الموضوع يعني. أنا كفلسطيني حبيت أشارك في أي إشي عشان مصر، لأن مصر بلد بتعز عليا. أنا صلي فوق 4 سنين في مصر، الموضوع بس عشان تنشيط السياحة خصوصا بعد المؤتمر الاقتصادي اللي حصل. قبل هيك دخلت ستار أكاديمي الحمد لله سيزون 10 اللي فات، ووصلت الحمد لله مرحلة متقدمة، وكان تجربة كتير حلوة استفدت منها كتير، الناس عرفتني الحمد لله، الواحد عمل فان بيز حلو كتير. حاليا هلا خلصنا السنجل الاولاني، في بحضر للسنجل الجاي ان شاء الله راح يكون باللهجة المصرية، احتمال يكون من كلمات استاذ امير طعيمة، فهي مسهل هذا الاشي الجاي. تجربتي في ستار اكاديمي هي كانت حلم يعني، ف انا حسيت ان انا حققت حلمي بمجرد المشاركة في ستار اكاديمي. الحمد لله ربنا كرمني اخد شعبية كبيرة لما طلعت، حاول ان انا دلوقتي ما اخسرش ده، بحاول ان انا دلوقتي ازود ده ما اخسروش. بس يعني هو النجاح بعد ستار اكاديمي مش في ستار اكاديمي. افتراض بقى لقناه الحياه هيكون عندي سنجل ان شاء الله في شم النسيم، يعني وانا اوفر سؤالك من الحان محمد الكحلاوي.